نروح بقى لقضيه تانية وتعقيب بعد تعادل النادي الاهلي الاول في الدوري عشان عايزين نشوفه بعين تانية. طبعا بعض الانتقادات بتكون منتظرة فكرة اي اخفاق او نتيجة سلبية في الدوري او في اي بطولة للنادي الاهلي. في طبعا البعض ما بينتظرش الكلام ده، هو شغال انتقادات حتى والنادي الاهلي بيحقق المكاسب، حتى والنادي الاهلي بيحقق البطولات. لكن الكابتن جمال عبد الحميد كان منتظر تعادل زي ده عشان يتكلم في احد ثوابت لاعبي النادي الاهلي او جماهير النادي الاهلي اللي ربما في بعض الاوقات ما بتتحققش على ارض الواقع، لكن النسبة الكبيرة منها بتتحقق على ارض الواقع، وهي مقولة الاهلي بمن حضر. كان الكابتن جمال عبد الحميد له راي نسمعه عشان نرجع نعقب. مش انتوا بتقولوا استنى بس اصابات من تعادل؟ يا رضا مش انتوا بتقولوا الاهلي بمن حضر؟ هم ما يغيبوا ويكسبوا يقول لك الاهلي بمن حضر ان شاء الله نغيب 20، وما يجي النادي الاهلي يتعادل يبقى 12-1. هو ايه؟ هو ما بيغلطش خالص؟ هو مبدئيا يا كابتن جمال ما ينفعش توجه لكابتن رضا عبد العال السؤال ده، لان كابتن رضا عبد العال مش اهلاوي، لعب فتره في النادي الاهلي ولكن هو انتمائه لنادي الزمالك، فهو مش هيقول الاهلي بمن حضر. ده رقم واحد. رقم اثنين كابتن جمال، بعد انتقالك لنادي الزمالك بعد استغناء النادي الاهلي عنك لظروف مش عايزين نفتحها او نتكلم فيها، انت رحت وكنت موجود ضمن نادي الزمالك اللي حقق بطوله افريقيا 84 وانت بطل افريقيا، واجهت النادي الاهلي في ظروف استثنائيه خاصه بالنادي الاهلي من ايقاف لاعبي النادي الاهلي الفريق الاول بالكامل، والنادي الاهلي لعب بالشباب في مباراه كاس مصر 85. انت ما كنتش مشارك بس كنت معاصر جيل الزمالك ده اللي هو بطل افريقيا. اكيد اكيد انت عارف النتيجه اللي حصلت ايه، الفوز 3-2 بناشئين على نادي الزمالك، كان بيتسمى فريق العتاوله وكان محقق دوري ابطال افريقيا وكنت موجود ضمن الفريق ده. فاعتقد تحديدا يا كابتن جمال لما تمر بظروف زي دي ما ينفعش تتكلم في فكره النادي الاهلي بمن حضر وتشكك فيها، خاصه ان النادي الاهلي في مباراه وادي دجله كان غايب عنه 12 لاعب تقريبا تشكيل اساسي بالكامل بسبب الظروف القهريه، والنهارده موسيماني طلع قال انا ما عنديش اعذار بس انا بوضح ان انا بلعب في ظروف استثنائيه، ممكن نستعرض التشكيل اللي كان ممكن يلعب بيه النادي الاهلي او ال 12 لاعب اللي غابوا عن المباراه دي عشان تبقى واخد بالك قد ايه كذا لعيبه غابوا عن النادي الاهلي. محمد هاني، رامي ربيعه، اكرم توفيق، محمد مجدي قفشه، القاضي عمرو السوليه مسجل هدف في النهائي، محمود كهربا لسه بنتكلم عنه اشرس وينجر على المرمى، طاهر محمد طاهر لسه مسجل هدف النهارده، جيرالدو، كريم نيرفيد اصابه طويله، مروان محسن، جونيور اجاييه، ناصر ماهر، على الاقل 6 لاعبين يا فارس كانوا يقدروا يقودوا النادي الاهلي اساسي. لكن الفكره بقى كلها هو النادي الاهلي لما غاب عنه اللاعبين دول هل مستوى النادي الاهلي اختلف؟ هل مستواه اهتز ولا كان في توفيق مصاحب الفريق الاخر؟ دي بقى المشكله الكبيره يا اسامه، ان اغلب المحللين في مصر، وانا مع احترامي للجميع والفيديوهات موجوده للناس اللي هي مش شايفه الفكره دي، بتحلل بالنتيجه. بالظبط. ودي مشكله كبيره جدا انك تبقى بتحلل بالنتيجه، ما بتحللش بستاتس وما بتحللش برؤيه فنيه، ولكن بتاخد النتيجه بتبني عليها الرؤيه الفنيه، وده مختلف تماما عن انك تتكلم في قراءتك للمباراه او نتيجه المباراه هي اللي تخلق عندك قراءه معينه كتوجه. بمعنى النادي الاهلي زي ما اسامه وضح في عدد الغيابات، انت بتتكلم مش بس لاعبين اساسيين، ده كمان البدلاء في المراكز النوعيين كانوا غايبين. بمعنى عندك قفشه كلاعب بلاي ميكر مش موجود في مركز رقم 10، طب ناصر ماهر مش موجود. بتتكلم في بدلاء في الارتكاز برضو لاعبين كتير مش موجودين، بدائل دفاعيه مش موجوده، الاجنحه سواء طاهر او كهربا مش موجودين. فبدات تدخل عناصر هي ما خدتش عدد كبير من الدقائق مع بعض، فطبيعي ينتج عن ده تراجع في الاداء. على فكره ده ما حصلش. كان في سيطره للنادي الاهلي ما اترجمتش باهداف، ولكن النادي الاهلي لو احنا بنتكلم كاداء مقارنه بالغيابات هنطلع نقول شابوه، النادي الاهلي عمل مباراه كويسه جدا. يا جماعه في مشكله، احنا بنتغاضى عن كل المعطيات اللي حاصله في العالم دلوقتي وبنخترع تحليل للنادي الاهلي. يعني انت بتشوف ليفربول في المباراه الاخيره بيتعثر، كل الفرق في ظروف الكورونا بتتعثر وتكسب بتتعثر وتكسب. احنا بدانا نزرع في عقليه الجمهور ان انت
لا مش ما تخسرش، النادي الاهلي مفترض يكسب كل مبارياته وده اللي بنأمله، ولكن انك حتى لو في ظروف معينه حتمت ان انت عملت نتيجه تعادل، لا انت ما كانش ينفع تتعادل، ده مش هيحصل في كره القدم، ده طبيعي، بس انت بتستغله في ايه؟ انت عندك 20 محاوله على المرمى مقابل 3 لدجله، عندك 4 محاولات اون تارجت، هنا كانت المشكله، مش المشكله في خلق الفرص بالزبط. لا المدرب عمل الهوم ورك بتاعه كويس قوي، ولكن تحويل ده لاهداف ده ما حصلش، زي ما احنا قلنا احمد الاكسبكتد جولز حوالي هدفين انت ما قدرتش تسجل، فبالتالي انت ما ترجمتش جهدك الفني لاهداف. ليه ده حصل؟ لان اللاعبين اللي احنا لسه مستعرضين ارقامهم كان كتير منهم غايب، فبالتالي احنا لما بنتكلم هل كده ان الاهلي مش بمن حضر؟ لا، في المباراه دي طبعا النادي الاهلي بمن حضر، ظهرت ككبير، ظهرت كفريق بينافس، كفريق بطل، حاولت، اجتهدت، ما كانش فيه توفيق، فيبقى برضو النادي الاهلي بمن حضر. في نقطه كمان، انت كده اهملت توفيق حارس محمد عبد المنصف، كان ادى اداء جيد جدا قدام النادي الاهلي. بتتكلم عن فريق وادي دجله اللي هو فريق اصلا من الفرق اللي موجوده في 4 فرق في الدوري الموسم الماضي، نسبه الاستحواذ بتاعته عاليه، نسبه التمريرات بتاعته عاليه، انت بشخصيه اللاعبين الموجودين برضو كنت انت المسيطر، كنت انت المستحوذ، كانت المباراه وان سايد جيم، ولكن مفيش توفيق. هنا ما اقدرش اقول بقى يبقى كده الاهلي مش بمن حضر، كلمه باطله، لا الاهلي بمن حضر، مواقف كتير حصلت، انا حكيت لك بس موقف منهم، لا لعبنا كونفدراليه وبطل كونفدراليه ب 14 لاعب واحمد علي منعم مصاب ومش طالع، يعني كتير جدا مواقف كتير يا اسامه. هي الاهلي بمن حضر حتى في تعويض فارق نقاط على مدار التاريخ اتكلمنا فيه، الاهلي بمن حضر كشخصيه وكفكر وكنادي اهلي ليه قيم وثوابت انت ممكن في بعض الاحيان ما تكونش مدركه بشكل كامل. وهي الاهلي من حضر تزعل؟ الاهلي بمن حضر تزعل؟ لا، ده شعار البعض حاول يا اسامه ان هو يستنسخه، وبمجرد فوز في مباراه حتى لو فيها ظروف عاديه غاب 2 لعيبه كان برضو الفريق الاخر بمن حضر. نطلع ونشوف الفيديو عشان نفهم الفكره. الزمالك ما يقفش على حد، صح محمد لعيب كويس، لعيب كبير، واذا كان هو حلمه الاحتراف والاداره موافقه له مفيش مشكله، لكن الزمالك بمن حضر ما اعتقدش. كان الزمالك قفل بعد الله يرحمه مثلا كابتن حنيف اسطان، كابتن حماد امام، كابتن حسن شحات ربنا يديله الصحه، فاروق جعفر، الاسماء دي كلها، ابراهيم يوسف الله يرحمه، عندك اسماء كتيره جدا، جمال عبد الحميد هداف مصر، عبد الحليم علي الهداف التاريخي، ما فيش شك لعيبه مؤثره، انما ده باين الزمالك والمجموعه ديت عودونا على التركيز العالي، عودونا ان هم رجاله في قلب الملعب بمن حضر، الزمالك بمن حضر، اي حد يلبس التيشيرت وينزل هو موجود وهو بطل وهو راجل. على فكره ما عندناش اي اعتراض ان اي فريق يشوف ان هو بمن حضر، التاريخ موجود والنتائج موجوده والمقارنات موجوده، ولكن الشعار لما اتقال من الاخرين لمجرد فوز في مباراه عاديه كانت الفكره ان هنا الفريق بمن حضر، والنادي الاهلي اللي مادي افضل اداء ما كانش بمن حضر، يبقى التحليل نتيجه ولا مش نتيجه؟ تحليل نتيجه، وكمان رواسب داخليه طبعا كلنا عارفينها، فبالتالي بتنتظر اي نتيجه سلبيه للنادي الاهلي، لكن احنا دايما في الدوري بنقول المشوار طويل والطريق طويل، خليك هادي والنادي الاهلي ان شاء الله بطل الدوري. دي كانت فقرتنا بعين تانيه، نروح لفقره فار روم.